يارا شو القصة؟ شو عم تعمل مع الختيار الكبير؟ مين يلي بالسيارة؟ قلي مين هو بالأول وبعدين اسألني شو ما بدك. معلمنا مراد. إذا كان اللي بالسيارة مراد فالختيار الكبير خالي. اتصل فيني وقال لي هدول أولاد ما عم يحموني، تعال أنت وحميني خالي. قمت رحت دغري. كارا ليش هيك عم تخبص بالحكي؟ أنت عم تخبص بالحكي. على قد ما تخبيتوا تحت الأرض ما عاد في أكسجين بدماغكم. أي مراد على مدار؟ رح تضلوا عم تتناقشوا لبين ما يجوا يمسكونا؟ امشوا خلونا نروح من هون بسرعة، بس نلاقي مكان بنقعد وبنحكي قد ما بدكم. الله يقويك معلم. حلال عليك يا معلمي. صدقني أنا قلت لباقي روح اسأله إذا بدك، قلت له مراد عالم دار ما بيموت هيك. الكل ما رضي يصدق اللي حكيته. شفتوا هي طلع معي حق. حلال عليك يا معلمي، حلال عليك. كارا شو وضع عمران والشباب؟ أمشان اقدر انقذ الضيف سلموا حالهم، بس تصاوب نهاد. يلا كارا ليش جبتني لهون؟ انا لسه ما متت. الجامع مو للأموات، الجامع مكان للأحياء يا مراد عالمدار. أنا اخترت هذا المكان مشان كبرتي. مشان هيك بس لما تشوفوا الغراض اللي جوا بدي اياكم ما تستغربوا. طالما عندك مكان مثل هاد اللي ليش لا تنام بين المقابر يا زلمي؟ عابد باقي هو يلي بيعمل هيك، انا ما بعطي اهمية لهي الامور ابدا. ما تبلش تكذب علينا كارا، الجماعة مسكوا باقي وانت عم تجيبنا لهون على مكان بيعرفوا باقي، معقول هيك؟ باقي خاف من كارا يقوصوا من تعصيبه. طالما عنده هيك محل ليش ما بيخليه يعيش عيشة من المستوى؟ مشان هيك ما بيعرفه. تركوا الزلمة حب يفكر مشان التقاعد. يا عيني يا عيني. أنا رح قوم ساوي لكم شاي. شاي على كيفكم. هذا المكان ما بيليق معه الشاي يا كارا. ما جبت مكنة إسبريسو أو كابوتشينو؟ مراد ما قدرنا ننقذ الكتاب الأحمر، هلأ وقع بين إيدين سنجر. أنا شقيت الورق مشان نقدر نكسب الوقت، بس للأسف بالأخير رح يجمعوهن ورح يقدروا يركبوا الكتاب من جديد. معناتها لازم نقطع سنجر لقطع قبل ما يقدروا يجمعوا الكتاب على بعضه. كارا عندك تليفون هون؟ نحن رمينا الموبايلات قبل ما نلتقي فيكم للاحتياط. هاي التليفونات جاهزة. ماشي انبسطت؟ كمان باقي بيهتم بهيك أمور مشان هيك أوضاع.
مرحبا، أنا عابد. عابد وينكن أنتو؟ كيف وضع مراد؟ نحن رح نختفي هالفترة عن الأنظار، وضعه مستقر. أنا اتصلت مشان طمنك. كيف يعني مستقر؟ أنا حكيت مع رفيق إلي جراح وقال لي إنه وضعه خطير كتير ولازم يخضع للجراحة بأسرع وقت. نحن رح نهتم بهالشي، أنت بس خبري بابا عمر والماما وفيكن تريحوا قلبكن، رح نخليه يعمل العملية. عابد قل لي وينكن أنتو مشان إجي، بدي يكون جنبه. استاذي ما فينا خطر القصة، نحن ما لازم ننكشف. أنا رح خليكي تحكي معه بس تزبط الأمور بوعدك. معلم الطبيب أكد كتير على هالنقطة، لازم نعمل العملية بأقرب وقت. عبد الحي، إذا تحركنا خطوة لبرا رح ننكشف، رح يقضوا علي قبل ما أدخل على العمليات. أنا منيح هلا ماشي حالي. وضعك منيح مؤقت، رح يدهور وضعك شوي شوي، وقتها رح فكر بالموضوع. عبد الحي،